لا تصاب،
ندعو كذلك بالمناسبة الدكتور سي محمد بن خمسة العمراني في الدار السيد الدكتور بن خمسة العمراني محمد كنون نورتين قصاير حفيد سي نوح عبد اللطيف غوليا في ابتداء إجراء المباراة النهائية وسي عبد اللطيف العفاقي بيدي Thank you.
إذا أخ سي عاصي يمكن تقربنا أكثر من الهدية والرمزية ديال النقش الجميل لمدينة أريحة، تفضل. يسعد مساكم، يعني هذه الهدية هي يمكن هدية بسيطة، ولكن أنا حبيت إنه أقدم لكم هدية إشي له علاقة برمزية أريحة وتاريخ مدينة أريحة، تاريخ الحضارة. هذه الهدية هي من قصر هشام الأثري وعنوان شجرة الحياة. شجرة الحياة هي فسيفساء حوالي 827 متر مربع في قصر هشام الأثري، وتعتبر تقريبا أكبر فسيفساء على مستوى الشرق الأوسط وممكن أن تكون على مستوى العالم. فحبينا أنه دائما نذكركم بهذا التاريخ، نذكركم بأريحة، نذكركم بفلسطين. يعني ما قبل هذه الهدية سوف نقدم لكم أيضا العلم الفلسطيني بالوشاح الفلسطيني، لأنه هذا هو الرمز الأساسي للقضية الفلسطينية. وأنا بالمناسبة بدي أشكر كل القائمين على هذا الحفل الرياضي الكبير اللي بيعبر عن كينونة العمل المتواصل ما بين الشعوب، كانت على المستوى الأوروبي أو المستوى المغربي الداخلي أو على المستوى العربي. وأتمنى أن تكون العام القادم بمستوى أوسع وأكبر وأكثر، من أجل أن تكون هنالك بصمة واضحة. وأنا بدي أشكر يعني رجل دائما وأبدا يعمل بصمت، وهو عبد الرحيم الكمراوي، هذا الرجل العصامي اللي دائما وأبدا يعمل بلا كلل أو ملل. وهنالك رجل خفي هو يعني أسمر اللون ولكن طيب القلب الأبيض، أخي العربي الصديق العزيز الغالي، وأنا بعتبره أخي الكبير. هذا الإنسان أيضا له كل الاحترام، وأشكر كل الذين المشاركة، وأشكر طاقم التحكيم رائع الجميل. اليوم عملتم بكل جد ونشكركم على هذا التواجد. وإذا صدر منا أي شيء في هذا اليوم نقدم لكم أي اعتذار عن أي رياضي من كل الفرق الرياضية، وشكرا لكم. ويرفق في تقديم هذا التذكار كذلك الأخ أحمد برهم وسعيد النصرة، تفضلوا. سي عبد اللطيف العفاقي، سي حفيظ نوح تقدم، سي نوردين تسايم كذلك تقدم، سي عبد اللطيف كوريا كذلك تفضل، ومحسوبين الاخوان على جمعيه النهضه طنجه، مشكورين دائما في التضحيه ديالهم. سي عبد اللطيف كوريا تفضل، سي عبد النبي بوزين الكاتب العام للجمعيه عصبه الشمال لكره القدم، سي عبد الرحمن فايدي أيقونة الدوري تفضل، سي عبد الرحمن، سي محسن بن سالم من عميد السابق فين هو سي محسن تفضل، سي محسن بن سالم، الدكتور أبو خمسة العمراني تفضل، سي الدكتور محسن العميد السابق كذلك تفضل، الدكتور محمد بو خمسة العمراني، سيد محمد بو عمر
شطاس بخمسة محمد العمراني. سي عبد الله عايش كناكا تفضل. سي محمد تحرش اهلا وسهلا كذلك. خليد فهمي تفضل سي خليد. سي عبد الهادي بنيني كذلك تفضل. سي عبد الهادي بنيني. سي تحرش تفضل. يوسف الشطي وهي هدايا من الإخوة المسؤولين عن منتخب الفلسطيني.